بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عوض فقيد، أصيلة منطقة القطار، مرشحة للدائرة الانتخابية القطار الغربية، ورقمي واحد. تقدم ترشحي إيمانا مني أن المجلس المحلي قادر باش يغير منطقتنا إلى الأفضل، والتي تشكو من عديد النقائص الاقتصادية والاجتماعية. المجلس المحلي يمثل المواطن بصفة مباشرة ويعبر عن طموحات وآمال جهتي، وهو يمثل كل العمادات، وكل عمادة لها نفس الحظوظ. ما عادش ثمة محسوبية، ما عادش ثمة وسطات، ما عادش ثمة مركزية. كل ذلك ألغاه المجلس المحلي ومجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. لذلك أقول لكل مواطن أن يتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 4 فيفري والتصويت لرقم واحد. المجلس المحلي مهمته التنمية والاستثمار في مجالي الاقتصادي والاجتماعي. في المجال الاجتماعي هو الاهتمام بكل ما يخص الثقافة والتعليم والصحة والنقل والتكوين المهني والحالات الاجتماعية. في المجال الاقتصادي على صعيد الفلاحي معالجة مشاكل المياه والري والعمل على بعث مناطق سقوية واستصلاح الأراضي وترويج المنتوج الفلاحي. في المجال الاقتصادي تفعيل المنطقة الصناعية واللوجستية بالجهة وبعث مشاريع صغرى صناعية صغرى كصناعات تقليدية كالرحاء كالنقش على الخشب كالمرقوم. لذلك ننصح شبابنا تويك جات فرصة باش أنه هو يثبت روحه وما يحرمش روحه من حقه في الانتخاب، خاطر هذه فرصة وهذه حاجة جديدة. الشباب الكل ننصحهم باش يمشوا بكثافة باش يمارسوا حقهم الانتخابي، خاطر ثم برشا حاجات بياليم إن شاء الله، مشاريع وتشجيع لك الشباب المتحصل على الشهادات العليا وشباب العاطل عن العمل. ان شاء الله ان شاء الله ياخذ حظه مرضيه في في الشغل. وشكرا. صوت رقم واحد عواطف.